نروح سريعا كمان لزميلي احمد فراج ناقد رياضي بموقع عدود مصر. استاذ احمد برحب بحضرتك. بمسا على حضرتك كابتن شادي، ومبسوط ان انا بسمع صوت حضرتك. انا كمان مبسوط اكتر اللي سمعت صوتك، بقالي مده كبيره جدا ما تسالش عليا زي الاول. بس خلينا نروح للنادي الاهلي وتدريبه النهارده. طمني على فريق النادي الاهلي، طمني خصوصا بعد الروح الاكثر من رائعه ومسانده جماهير واللعيبه كلها ايد واحده مع الجهاز الفني. طمني النهارده كان في تدريب بعد الراحه، ايه اللي حصل النهارده في التدريب؟ والله يا كابتن انا قبل ما اتكلم على التدريب، بس انا مبسوط بالكلام اللي حضرتك بتقوله، ومش مجامله ليك، انا مبسوط اكتر ان انت مش زي ناس كتير قوي مالي ودنك او مالي عينيك للسوشيال ميديا ورد فعل الجمهور اللي بيبقى على السوشيال ميديا، وبتستسقي انت منه. انت بتحاول توعي الناس في سكه ان انت جمهور وانت مشجع، مش انت ناقد او انت مدير فني، او الدور اللي ناس كتير قوي بتحاول تلعبه الفتره اللي فاتت. ده مهم جدا يا كابتن، لان ما حدش بيعمل كده دلوقتي. في حاله دلوقتي كبيره جدا او منتشره قوي في الوسط، ان الاعلام هو اللي بيستسقي من الفيسبوك ومن السوشيال ميديا ومن ردود فعل الناس، مش العكس. استاذ احمد، خلينا نبقى متفقين، في بعض الناس اللي ارائها متزنه ومحترمه ومهم جدا نسمعهم، وفي البعض طول الوقت يا تسمع رايه يا اما يبقى معارض، وهو اساسا يعني فكره اللي هو بيحب النادي الاهلي على الفيسبوك فقط او على تويتر، لكن لما تيجي تكلمه وتكلم عن جماهير مش هتلاقيه، لما تيجي تكلمه وتكلم اوف جنب ناديك في حاجه معينه مش هتلاقيه، هو واخد لاين واحد اللي انت تعارضه وخلاص. اتفضل. برضه يا كابتن، يمكن حاله غياب الجمهور او حاله انعدام الجمهور في المدرجات، ده نسى ناس كتير قوي صح التشجيع، او نسى ناس كتير قوي ازاي تبقى مشجع كوره او ازاي تبقى مؤازر لفرقه. والناس كلها خدت اتجاهات هي معذوره فيها برضه. حب الكوره ممكن يخلي الواحد يحصل عنده شتت ما بين الوقت والتاني، بس برضه ده دور حضرتك انت كاعلام، او دور حضرتك كنجم في المكان ده، او نجم قدام جمهور الاهلي، ان انت توصل لهم صوره زي دي اللي حضرتك بتعمله دلوقتي، ده مهم جدا. استاذ احمد، حضرتك كنت في التدريب النهارده، طمنا التدريب في ايه؟ كابتن حسام قال للعيبته ايه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ، اللعيبه الروح المعنويه بعد المباراه الاخيره وبذلوا فيها مجهود كبير، اتفضل. لا كابتن، هو اليوم النهارده بدا بنفي الشائعات ان في عقوبه على شريف اكرامي او احالته للتحقيق من كابتن سيد عبد الحفيظ. اكد الموضوع ده يعني عاري تماما من الصحه، واكرامي نفسه نفى ان هو ممكن يكون عمل اي حوارات في اي اتجاه رياضي او سياسي الفتره اللي فاتت يحاسب عليها او يلام عليها. طبعا زي ما حضرتك عارف ان هو اكيد لعيب مش صغير في الفرقه عشان يقع في غلطه زي دي. دي نقطه مهمه جدا سيد عبد الحفيظ قدر ياكد عليها النهارده في بدايه اليوم خالص. بالنسبه للتدريبات، كان محمد نجيب ووليد سليمان بيعملوا تاهيل. حضرتك عارف ان محمد نجيب كان اشتكى في المباراه اللي فاتت وكمل المباراه مصاب، فيمكن يكون فرصته صعبه شويه انه يلحق الماتش اللي جاي. وليد سليمان نفس القصه برضه، لسه مش متعافي تماما، كان بيعمل جلسه تاهيل النهارده. مروان محسن مستمر في التاهيل، كان في استشفاء للعيبه اللي شاركوا في المباراه الاخيره، لان هم الكام يوم اللي فاتوا دول ما اتدربوش ولا امبارح ولا اول. وفي حاله تجهيز بقى للمجموعه اللي لسه راجعه من فترات راحه طويله، في حاله تجهيز ليهم تحسبا ان هيكون في استعانه بجزء منهم مثلا المباراه اللي جايه. لو ربنا كرم الاهلي ووصل للمباراه النهائيه، هيكون في استعانه بمجموعه اكبر في المباراه النهائيه. طيب عايز اسالك، بكره في اجتماع مجلس اداره، تمام يا كابتن، ايه اللي هيتم فيه؟ والله يا كابتن، يمكن اجتماع مجلس الاداره، حضرتك عارف ان الاهلي بيبقى مقفل قوي في الحتت دي، بس اللي تقدر يعني تشير له بشكل او باخر ان هو هيبقى فيه بنود كتير جدا على طاوله مجلس الاداره، اهمها الاجتماع الجمعيه العموميه اللي جايه، اللي هتبقى المفروض يوم 25. وفي حاله ما بين الجدل كبير جدا من ناحيه اللجنه الاولمبيه، هي رافضه بعض الشروط التنظيميه اللي الاهلي حاططها لاقامه الجمعيه العموميه، منها ان الجمعيه العموميه تقام على يومين، يوم 25 و26، وفي فرعين النادي. يعني هم شايفين ان ده امر طبيعي جدا، ان انا سهل على الاعضاء بتوعي ان هم يجوا ويختاروا اللائحه
اللي انا حاططها او يرفضوها، ده ليهم مطلق الحريه في كده. انا بسهل عليهم مش اكتر، خصوصا ان في نسبه كبيره جدا مطلوبه ان هم يحضروا في يوم واحد في مكان واحد مش هيستوعب ده. في حاله بقى من الرفض التام للامور التنظيميه دي من الجمعيه العموميه، من اللجنه الاولمبيه سوري، ده هيبقى موضع نقاش مهم جدا في اجتماع مجلس الاداره بكره. في لائحه البطوله العربيه برضو اللي عدها كابتن سيد عبد الحفيظ، دي هتبقى على طاوله مجلس الاداره بكره. اعتماد التجديد للكابتن حسام البدري، ده برضو من ضمن الملفات اللي هتطرح، وهتطرح بالموافقه. يعني هي الموضوع منتهي، كان المهندس محمود طارق قعد مع كابتن حسام البدري واتفق معاه على كل حاجه، بس كامور اداريه لازم تعتمد في مجلس اداره. وفي ملفات انشاءات وملفات خاصه بقطاع الكوره، ولو في صفقات جديده او في طلبات لقطاع الكوره هتكون مقدمه على مجلس، على طاوله مجلس الاداره بكره. استاذ احمد فراج الناقد الرياضي بدوت مصر، انا بشكرك يا ابو حميد، شكرا جزيلا. دايما بنحب نطمنكم على الفريق في البدايه، اتكلمنا عن بعض الامور الايجابيه جدا جدا اللي جماهير النادي الاهلي لمستها في المباراه الاخيره. بنقفل الصفحه، بتفكر في بكره في مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، عليه اللي هو يركز. كابتن حسام واحد من المدربين اللي عندهم شخصيه واضحه وصريحه.